بسم الله، احنا تنشكركم على هذه الاستضافة. هذه الفاجعة انا سمعتها، كنت في بني ملال عندي واحد الموعد، بديت جاي في الطريق حتى جاي الهاتف من الناس اللي نقضوا وخرجوا بالسباحة، اللي قالوا لي راه ولد خوك كان معنا، وإن احنا ملي خرجنا راه ما خرجش تماك، عرفناه بالله راه مفقود. بدينا الاتصالات ديالنا، اتصلنا بالعائلة، مشاو لوبيطال في لامور ما صابوش، عقبنا اتصلنا بالدركي اللي هو كاين في أشليف، واحد المنطقة ما بين الداخلة وبوجدور، هو اللي وضح لينا، قال لينا هاد الربعين ها هي عندنا اللي هي تنقضات في السباحة. قلت ليه دوز ليا شي واحد منهم اللي نعرفو، دوز ليا من العائلة ديالي، قال لي بو علي عادل ركب معانا في الزودياك، واني في الخرج اللي خرجنا حنا بالسباحة هو راه ما خرجش. من تماك اكتشفنا بالله راه مفقود، وبداو العائلات كلهم تيتصلوا، عرفوني انا اللي اتصلت بالدركي، جاو كاع سولوني على العائلات ديالهم بالاسماء ديالهم، عقبت تنتصل بهذيك العائله ديالي تنعطيهم الاسماء، تيقول لي هذا راه مفقود، هذا راه كاين، هذا راه مفقود. كانت الاحصائيات ديال واتزم تقريبا شي 12 واحد ولا 13 اللي هي مفقوده. شحال مفلوكه تقريبا اللي ثلاثه اللي مشاو، جوج راهم وصلوا، وهذه هي اللي قال لي الدركي تتهز 30، هو هز فيها 85، 300 متر تقسمت من الوسط. يعني هذا السيد غير مفقود، ما عندكمش شي خبر بانه مثلا توفى او لا؟ لا مفقود، وين العائله ديالنا اللي قالوا لنا ركب معنا في الزودياك والوقت اللي تقلبت ما خرجش، عرفناه بلي راه واخا. كيفاش مشاو هاد الدراري؟ يعني الطريقه باش مشاو، كيفاش مشاو، بشحال مشاو؟ هذا الشيء دابا انتشر بزاف بالاخص في واتزم، تقريبا تكون واحد 600 اللي مشات، وتيوصلوا لتماك وتيبداو يعطوا 16 مع بعضياتهم. راه مشينا وراه داك الشيء بسهوله، راه ما كاينش عواقب، ما كاينش، راه تنخلصوا وتنمشيو، يوصلونا لاس بالماس، لاس بالماس تنركبوا تماك في الطياره تنمشيو قانونيا. هذا هو يعني شنو اللي كيخلي الشباب يمشيو، اللي كيخلي الشباب يضحيو سيرتو ديال البطاله؟ البطاله هي اللي العامل الاساسي في هذه الهجره ديال هاد الشباب اللي هما طالعين، هو قله العمل. قله العمل هي اللي تتصيفط هاد الكلام. واخا هاد الولد اللي مشى مثلا كيدير الطبع ديالو، كيدير واش السلوك ديالو مزيان، وعنده الصنعه ديالو كهربائي في المنازل، ومزيان السلوك ديالو مزيان، وثلاثة المرات اللي فيه تماشي وتيرجع ثلاثة المرات، يمكن شاف تماك راه أحسن من هنا، هذا الشيء علاش غامر بروحه ومشى. يعني بصنعته وكل شيء وضحى. صنعته وضحى، لأنه ثلاثة المرات اللي فيه تماشي يمكن راه صاب أحسن من هنا، لأنه كل ما صابش أحسن من تماك، المرة الأولى ملي مشى ورجعوه، الثانية رجعوه، الثالثة صافي مابقاش يذكر هذاك المكان، وإني كل ما صابش بلا احسن من هنا ما يعقبش يتطوع. انت قريب ليهم بزاف، كيدير الحاله ديال باه، كيدير الحاله ديال الام مسكينه ديالو؟ حنا تنستناو كان غير خرج، دابا حنا دابا ماشي من الميتين ماشي للحيين، حنا تنستناو ويني دايرين الخزانه وكتسناو. الفرج من عند الله، كلشي الناس كتنتظر. يعني حنا تنتظروا تيجيو العزايا وحنا جالسين وصافي. يعني احنا من الاثنين ان شاء الله كما قالنا واحد الدركي، لانه على هذه الامواج كلها وما خرجوش، قال لي من الاثنين راه محضرين الارصاد الجويه غتكون الامواج مرتفعه اكثر من هكا، قال لي يمكن احنا ما نقدروش نمشيو نشوفوا. هذا هو. شحال من واحد تقريبا من المنطقه اللي حرق اللي كتعرفوا؟ فوق 600، هذه غير في هذه الفتره من شهر 9 لهنا فوق 600 اللي مشات، هذه من منطقه واديز. واخا شي نصيحه اليوم لهاد الشباب اللي كيدير هكا؟ الشباب ها هما بالصنعه ديالهم، ويني الدري اللي تيمشيو لتماك تيقول لهم راه العمل هنا احسن من تماك، واخا يكون قل هما تيتصنتوا لبعضياتهم، راه واخا ترشدوا واخا ما تخلي ما دير معاه، راه صافي اللي في راسو في راسو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش تديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.